الكل. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. مساء الفل على حضرتك. أهلا بك أهلا. منورنا أكيد يا كابتن شوقي في كلام في الميديا وفي قناة النادي الأهلي، وأكيد عايزين نطمن من حضرتك على المنتخب الأولمبي. زي ما كنا بنقول دلوقتي في معسكر مغلق إن شاء الله في شهر مارس، في ثلاث وديات إن شاء الله هياخدها المعسكر الأولمبي. بإذن الله بإذن الله إحنا عندنا طبقا للمخطط اللي إحنا حاطينه العام 2019 والمعسكر في شهر مارس، هتخلله في فترة المعسكر هتبقى في الاجنده الدوليه من 17 ل 27، وهتبقى في معسكر قبل ما نسافر لاسبانيا عشان اللقاءين بتوع هولندا وامريكا 22 وهولندا 26. هكون في مباراه افريقيه ما زال اتحاد الكوره يعني جاي الاتفاق عليها مع احد الدول اللي هتشارك في التصفيات. هكون عندها مباراتين هم في التصفيات في دور ال 32 او دور ال 28 الكلاب لتصفيات الوصول للمجموع السبعه فرق اللي وصلوا في مصر باذن الله. فاول ما تحدد الفرقه باذن الله هتبقى يعني غالبا هتبقى في فتره من مثلا من 8 ل 15 مارس قبل يعني في الفتره اللي قبل المعسكر باذن الله قبل ما نسافر لاسبانيا باذن الله. هتكون دي المباراه الثالثه دي المباراة الأفريقية الثالثة بالإضافة لمباراة أمريكا ومباراة هولندا. كنت برضو عايز أسأل حضرتك كابتن شوقي عن سمعنا أن كان في جلسة قريب جدا مع خافيير أجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، واتكلمتوا في الاجتماع ده واتناقشتوا في العديد من الأمور، وأكيد كان أهمها إزاي ممكن المنتخب الأولمبي يدعم المنتخب الوطني الأول. وكانت من أهم تصريحات حضرتك بحسب ما سمعنا أن الأولوية هتكون للمنتخب الوطني الأول اللي داخل على كان 2019. هو خلينا نكون صراحة يعني لا صوت يعلو على المنتخب الأولمبي في المرحلة القادمة. يعني من أول ما مصر بدأت إنها تنظم البطولة، يعني يمكن تنظيم البطولة في مصر يعني بالرغم من كل حاجة لكن إبداع بقى كبير على المنتخب الوطني المشارك في هذه البطولة اللي هي الأعباء الفنية يعني مش الأعباء التنظيمية. انك كبلد منظمه البطوله ومصر وصلت في البطوله الافريقيه اللي فاتت اللي كانت صحيح اللي قبل كده للمباراه النهائيه فده بيحتم علينا ان احنا واكثر دوله فازت بالبطولات الافريقيه. صحيح ده بيحط يمكن ضغط كبير على الجهاز الفني ان اكيد هو مطالب بحصد هذه البطوله جوه مصر على ملعبنا وما بين جمهورنا. تمام يعني فعشان كده انا بقول لك ان كل لعيبه مصر ميل كان لمستر اجيري، اي لعيب عايزه في اي حاجه، اي مساعده لاي حد، فرضه الجهاز، فرضه المنتخب، فرضه اي حاجه، هو هذه الفتره اللي هتبدا باذن الله من يوم 21 انا شايف ان احنا كلها لازم تكثف للمنتخب الاول في اعداده وبرامجه وفي لعيبته وفي اي لعيبه يعزها وفي اي حاجه. يعني ده وضع طبيعي يعني وده طبيعي ما فيهوش بصراحه نقاش يعني خالص نهائي، وده اللي احنا اتفقنا عليه ده الوضع الطبيعي. لان برضو انا عندي البطوله هتتنظم في مصر من يوم 8 ليوم 22 نوفمبر، في هذا التوقيت برضو هيبقى كل اللعيبه مع المنتخب الاولمبي. فده وضع يعني وضع طبيعي، وضع ان احنا لازم فيه كلنا، واي حد انا كفرد في او مسؤول عن المنتخب الاولمبي اعتبر نفسي فرد في جهاز المنتخب الاول، اذا طلب مني اي حاجه من اجل المنتخب الاول اللي حق ان شاء الله صحيح ان شاء الله اشوف فرقه ان شاء الله اعمل تحليل اي واقع لاي حد بيشتغل في المنظومه الرياضيه في مصر، البطوله هي الهدف بتاعنا باذن الله. اكيد صحيح. طيب خليني اسالك كابتن شوقي غريب عن الاصابات، ازاي هتواجه الاصابات دي خصوصا طبعا اصابه محمد محمود وطاهر محمد طاهر، اكيد دول عناصر اساسيه. وكمان لازم اسال حضرتك عن مشكله راس الحربه اللي موجوده او اللي بنعاني منها في منتخبنا الوطني الاول، وهل دي محلوله في المنتخب الاولمبي؟ بص حضرتك هي الاصابه بتاعت العيله وكانوا منتظرين من المنتخب الاول في البطوله الافريقيه وعنصرين مهمين للمنتخب الاولمبي. يمكن انا عاوز وقت اطول شويه على المباريات الرسميه على ما تيجي المباريات الرسميه بالنسبه للاصابتين دول. وباذن الله باذن الله يعني انا اتصال النهارده مع طاهر اصابته باذن الله يعني الوقت الماكسيموم بتاع الاصابه بتاعته
بعلاجها بكل شيء مع تقرير كل الدكاتره والدكاتره الكبار طبعا في مصر، الدكتور احمد عبد العزيز او اي دكتور، مش هتتعدى شهر ابريل. فطبعا باذن الله هتكون احد العناصر اللي هتكون باذن الله متواجده. محمد محمود هي صفقه اطول شويه وتاخد وقت اطول شويه وتاخد وقت يمكن بعد كده بثلاث شهور اربع شهور كمان، فهي اللي هتبقى موجوده. من الممكن احنا كمنتخب الاولمبي يكون قبل البطوله، لكن المنتخب الاول مش هيبقى فيه نصيب في البطوله الافريقيه يعني. صحيح. وانا بعتبر دي خساره. صحيح صحيح. تعبت اثنين لعيبه على مستوى كبير ومستوى كويس وبعدين تفقديهم مره واحده بنفس الشكل. صحيح. الحاله الثانيه بالنسبه لمشكله راس الحربه، يعني صراحه مش شايف ان في مشكله في مكانها خالص نهائيا. احنا بنصدر مشكله وبنصدر حاجه، احنا الحمد لله في المنتخب الاولمبي عندنا اثنين من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر، ناصر منسي وهو راس حربه في نادي بيراميدا وبيشارك على طول باستمرار، مصطفى محمد وهو راس حربه في نادي طلائع الجيش وبيشارك باستمرار، والاثنين لعيبه على مستوى عالي جدا 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 جدا. اللعيبه اكتسبوا خبرات كثيره، اللعيبه عايز اقول لك ان احنا خلال 2019 2018 لعبنا حوالي 10 مباريات لعبناهم، يمكن نصر منسي شارك في العشر مباريات اللي احنا لعبناهم، مصطفى شارك في اكثر من حوالي سبع مباريات منهم يعني، والاثنين احرزوا اهداف للمنتخب الاولمبي في المباريات دي، والاثنين في سن المنتخب الاولمبي اللي هو السن اللي برز منه لعيبه كثيره. انت في مصر يعني في السن ده رمضان صبحي كان احد نجوم المنتخب. صحيح. من اكثر من سنه في وصوله بعد مباراه نيجيريا في التصفيات وامكانيته في وصول مصر لكاس العالم. فانا شايف ان احنا ما عندناش مشكله بصراحه، يعني احنا ما عندناش مشكله في المكان ده، يمكن احنا بس بنقعد نقول احنا ما عندناش حاجه. احنا وبعدين لكل مدرب طريقه لعب واسلوب لعب. صحيح. مش لازم يكون الشخص بيلعب ازاي او حاجه، هو مثلا الاجيل الاقدر والاقرب لايه طريقه اللعب واسلوب اللعب اللي هو عايزه ومين اللعيبه اللي هو عايزها. وانا شايف الدوري دلوقتي بقى مليء باللعيبه اللي هي بتقدر تحرز اهداف وتهدف اهداف في المنطقه دي، لعيبه كثيره يعني. هو لا صديق الاختيار طبعا. طيب كابتن شوقي، خليني اسال حضرتك، هل لسه في فرصه للعيبه الدوري الممتاز ان هم ينضموا للمنتخب الاولمبي برغم طبعا ان خلاص المعسكر زي ما قلنا هيبتدي مع بدايه مارس؟ اكيد. اكيد في ناس هتنضم، واكيد في المعسكر الجاي في ناس هتنضم. يعني احنا مثلا عندنا لاعب بيلعب في نادي العين الاماراتي، شارك في كاس العالم للانديه، لعب مباراة الغربيات ولعب مباراة ريال مدريد، ما فيش أي حد يسلط عليه أي حاجة خالص إن ده لاعب مصري وبيشارك. صحيح. صحيح. متابعينه من قبل كده خالص. يمكن هيكون بوابته وبوابة دخوله لمصر هتكون عن طريق المنتخب الأولمبي. هو ده أنا أقول لحضرتك إن يعني هو شارك في مباراتين، مباراة العين. وشارك في مباراة العين وريفرنت، وشارك في مباراة العين وريال مدريد. شارك في المباراتين. وبيلعب قلب دفاع، لعيب كويس. احنا متابعينه، عندنا اتصالات معاه على طول. بصراحة الأمانة اللي كان مرشحه لنا في شهر 10 كان الكابتن أحمد شبير هو اللي مرشحه ليا، وأنا شفته وتابعته وتابعته في المباريات وبتابعه في المباريات اللي بيلعبها. بإذن الله هيكون عنصر مضمون. شارك مع ناصر بدأت تلعب في الدوري، في عنصرين ثلاثة بيلعبوا بشكل إيجابي بشكل كويس. متابعينهم. في عناصر كثيرة كانت في النادي الأهلي وانتهت في النادي الجونة وكان عندها مشكلة عدم المشاركة في المباريات، النهارده كانت بصورة يعني أنا أقول إن لعيبة المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي وصلنا إن القوام الأساسي أو القوام بتاع المنتخب لعيبته بتشارك بنسبة أكثر من 80% أو 90% من اللعيبة اللي بتشارك، وده شيء طيب يعني. لأول مرة المنتخب الأولمبي بيكون له العدد الكبير ده في اللي بيلعبهم. أتمنى بإذن الله إن يزداد العدد اللي بيلعب ده اللي إحنا شايفينه، ويزداد عدد اللعيبة عشان المنافسة تكون موجودة. وأتمنى إن إحنا ربنا يوفقنا في اختيار الأمثل اللي بإذن الله يحقق حلم مصر بالوصول
وتحقيق شيء كبير لمصر باذن الله ان شاء الله. طيب كنت اسال حضرتك برضو على مركز الدفاع، واضح ان احنا عندنا مشكله او ندره في المدافعين في الدوري المصري عامه، ازاي حضرتك بتواجه الازمه دي؟ قلب الدفاع يعني قلب الدفاع ولا الاطراف ولا قلب الدفاع؟ قلب الدفاع حضرتك احنا عندنا قلب الدفاع، عندنا بعض اللعيبه المميزين اللي هي بتشارك في الدوري المصري. امثله مثلا عندنا اسامة جلال، عندنا الجبار، عندنا مرعي، عندنا بيكهام، عندنا محمد عبد السلام، عندنا مروان النجار، عندنا يحيى نادر لاعب العين الاماراتي. يعني عندنا في المنطقه دي عدد لا باس به بيلعب وبيشارك في المنطقه دي بشكل كويس. يعني بتشوفيهم كلهم في الزمالك، بتشوفيهم في الجونه، بتشوفيهم دلوقتي في مثلا في نادي وادي دجله، بتشوفيهم في انديه كثيره اللعيبه بتشارك وبتشارك بصفه اساسيه. واتمنى باذن الله ان احنا نقدر بالمجموعه اللي موجوده دي، ان مع التخطيط اللي موجود في اتحاد الكره والتخطيط اللي موجود بالنسبه لنا سنه 2019، ان احنا باذن الله لما نوصل على ميعاد البطوله باذن الله نقدر نبقى عملنا في المركز ده جيل جديد، يعني جيل جديد يقدر يكتسب خبره المباريات ويكتسب خبره المباريات الدوليه بجانب خبرة المشاركة في الدوري العام، فدي هتبقى شيء كويس وشيء يعني من متابعة هيبقى شيء إيجابي. وفي لعيبة كتير والله مميزين في نادي 67، بس المشكلة بتاعت المشاركة بتاعتهم في مباريات الدوري هي اللي بتحوش علينا بعض الشيء من المشاركات، خصوصا إن في لعيبة بتشارك في المكان ده. أتمنى بإذن الله إن احنا اللعيبة اللي أنا ذكرتها دي لو قدرنا نركز عليها بشكل إيجابي وبشكل كويس خلال المرحلة اللي جاية، أنا متهيألي هنكون ما عندناش مشكلة في المنطقة اللي الكرة المصرية بتعاني فيها منها في منطقة عمق الدفاع. شكرا ليك كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك مع المنتخب الاولمبي في مشواركم لطوكيو 2020.